كانت عندنا واحد دورة على الصعيد المغربي، كانت في ما يسمى بشهر التراث، كان التعريف بمجموعة من الورشات التراثية، يعني فن الفسيفساء وتركيب الفخار وورشة للزليج البلدي، كانت في مدينة تطوان، كانت في ليكسوس، كانت في صويرة، كانت في وجدة، كانت مجموعة المدن، لأنه هو شهر التراث، فكانت دورات تدريبية بيداغوجية للوليدات. وجاء هذا مهرجان تراث القنيطرة، هذا مهرجان تراث القنيطرة يعني كانت بادرة جيدة، يعني غيكون هو مهرجان تراث القنيطرة الأول، الهدف منه هو التعريف بالتراث المادي واللامادي ديال المنطقة. وحنا متواجدين في هذا المهرجان اللي نقدموا ورشة لفن الفسيفساء، ورشة للفخار، ورشة للزليج البلدي. أول حاجة الناس اللي ما كيعرفوش هو أنني كنرسم، عندي موهبة في الرسم، هادشي كنستغلو في إطار التدريس ديالي. ثاني شيء هو أن فن الفسيفساء علاقتي أصلا بالآثار، دائما كنت كنعشق أنني نمشي للمناطق والمواقع التاريخية اللي كنحس بها بواحد الجانب روحاني خطير جدا، يعني ما كنمشي لهذاك الاثر ما كنبقاش نشوفه بنظره عاديه جدا، ولكن كنشوف هذيك الهندسه كيفاش مصوصه، هذيك الهندسه المعماريه الذكيه، كيفاش كانت هذه الفسيفساء الرائعه اللي ترسخات في التاريخ ديالنا وعطاتنا اصلا تاريخ ديال الحضاره ديالنا والهويه ديالنا. انا كنقول ان الناس راحت ما كيعرفوش هذا الفن هذا، يعني لو كان يلقاو فرصه باش انهم يتعرفوا على الجماليه ديالو والاسرار ديالو غيعشقونا. كتصور ان الاطفال الناشئه كيجيو هما كيتحمسين ومتحمسين انهم يخلقوا الواح وكيبدعوا الواح فنيه رائعه وتعبر عن الذكاء، حتى الذكاء ديال التركيب كيفاش ركبوا، كيفاش اذا كاين هناك متعه. علاقتي بالفسيفساء علاقه ماشي جات اعتباطيه، ولكن هي مرتبطه بالفن، حتى كنا الفن كنعشقوا كل ما هو فني. ان الهدف من هاد الورشات هذه هو التعريف والتحسيس باهميه هذا التراث، وهذا الشيء كله من اجل انه باش يترسخ عند الناشئه وكذلك عند الاجيال الصاعده، لان هذا الفن الفسيفساء هو من الهويه ديالنا، ضروري جدا انه يترسخ عند الاجيال القادمه باش يبقى دائما حي وراسخ ان شاء الله. السلام عليكم، لبيا المهيري، طالبه باحثه بجامعه ام الفضيل، مهتمه بالقطاع السياحي والثقافي التراثي. اليوم نحتفل بعرس فني ثقافي تراثي من اجل اولا ابقاء الحس الفني والثقافي وروح التراث الناشئه، وتحقيق شعار الذكاء هذا السنه والتراث من جيل الى جيل. هي ايضا اكيد تتضافر جهود جميع الفاعلين وجميع القطاعات، بما في ذلك وزارة الثقافة وجسد بنات على هذا الغبار جمعة مدينة الزراعة، مجلس الفنان المجلس المبدع الذي أبى إلا أن يحتفل بتراث المدينة، لأول مهرجان تراثي في مدينة القنيطرة تحت شعار مدينة القنيطرة تتميم ورد الاعتبار، آفاق تتميم ورد الاعتبار. ورش ليكون من بعد مجلس بلدي سنعمل على تكوين جداريات ممكن اننا نعمل على جداريات من اجل خلق الثقافه البصريه، ايضا من اجل اذكاء يعني الحس الفني والثقافي لدى المواطن القنيطري. مدينه قنيطره منفتحه على جميع المحيط ديالها كعروسه الغرب، منفتحه على مهديه القريبه منها يعني بتراثها الثقافي والايكولوجي، منفتحه على المواقع الاثريه اللي هي بنص وتاموسيدا وغيرها، منفتحه على المحيط ويتسبو هذا الواد العظيم والواد التاريخي. كنشكركم على وجودكم في الصحافه المواطنه اللي جات ناجت اليوم كتسامي لمدينه القنيطره ومن خارج مدينه القنيطره من اجل كتكون الثقافه والسياحه والتراث كرافعه للتنميه. الاكيد ان كل شيء كل هذه الجهود من اجل خلق تنميه، خلق ديناميه سياحيه وثقافيه، وايضا تحقيق شعار المملكه لهذه السنه ما لها عرس ثقافي تراثي. كنشكر كل واحد ساهم في انجاح هذا العرس بما في ذلك الصحافه.
هناك ايضا ورشات اطروها هذه الفنانه المشاركين ورشات للاطفال الصغار ديال مدينه الكونيكرا في ورشه الفنون التشكيليه، وان شاء الله مازال المهرجان مستمر لمده 3 ايام ويكونوا جداريات في احد اسوار مدينه الكونيكرا، واللي غادي يكون موضوعهم ايضا موضوع تراث مدينه الكونيكرا، وهذا الشيء كله باش نوعيوا الناس بتراث مدينه الكونيكرا. نشكروا الجمعيه اللي سهرات على تنظيم هذه التظاهره، وبالاخص الاخت لمياء اللي فنانه تشكيليه اللي جمعت هذه الباقه من فنانين تشكيليين مختلف المدن المغربيه. كنتمنوا ان هذا المهرجان يكون سنه كتكرر كل سنة إن شاء الله في المدينة بحضور فنانة من مختلف المدن. ونشكروا الصحافة اللي اهتمت بالتغطية لهذا الحدث هذا، ونشكروا كل الناس اللي ساعدوا في نجاح التظاهرة، وشكرا.